فاتحة المقايل اليمنية وترنيمة الروح في لحظات السكينة والأنس تتعالى نغماتها وينصت السامعون لها وأحياناً يشاركون في الأداء. ليست مجرد أغنية بل هي واحدة من شواهد كمال الفن اليمني من حيث الكلمات واللحن والأداء، وقد أشهرها واشتهر بها منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي الفنان الكبير الراحل محمد حمود الحارثي، الذي كان مؤديها الأول عبر أثير إذاعة صنعاء آنذاك بلحن من التراث بعد أن قطفها من بستان مبيتات وموشحات لصاحبه الشاعر محمد بن عبد الله شرف الدين. ارتبطت في أذهان محبي الفن الأصيل بصوت الحارثي، ومن بعده ما أعاد غناءها فنان إلا ورفعته درجة في سلم النجومية ولكتابة هذه الأبيات قصة. كانت هذه الكلمات الخالدة اعترافاً من كاتبها قبل أكثر من 400 عام بواحدة من قصص الغرام التي عاشها عندما عشق فتاة من ذوات الحسن ولم يتمكن من الاقتراب أو الزواج منها لصغر سنها، ورغم محاولاته إخفاء مشاعره كانت علامات الحب تتجلى في فلتات لسانه وارتباكاته عندما يراها، فلاحظت زوجته ذلك وأرغمته بالقسم على المصحف أنه لا يحب تلك الفتاة. وبعدها نظم هذه الأبيات التي فضحت ولهه المكبوتة ومعاناته. ما علي من باس أن سوى أنتم بتذكروني، لا تظلموا بي إلا وتظلموا بي. ولد الشاعر محمد بن عبد الله شرف الدين عام 1524 بمدينة كوكبان القريبة من صنعاء، وتوفي عام 1601 تاركاً عدداً كبيراً من القصائد التي أصبحت أغاني تهيم بها الأجيال إلى يومنا هذا، وأبرزها صادت فؤادي بالعيون الملاح ويا مغير الغزاله والغزال وأغنية خلي جفاني بلا سبب. وقد كان النصيب الأكبر من كلماته بصوت الفنان محمد حمود الحارثي. أغنية تهز القلوب وتسحر الألباب وتسافر بكل من يسمعها إلى زمن كتابتها، ليحضر الاستجواب الذي حدث بين الشاعر محمد شرف الدين وزوجته، ويشهد محاولاته حينها في تبرئة نفسه من العشق أمامها ليثبته على نفسه فيما بعد بهذه الكلمات التي ظلت شاهدة على غرامه إلى يومنا هذا.